مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من المواجهة. مواجهتنا الأولى النهاردة هتكون قراءة في بيان القوات المسلحة حول استكمال جهودها لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وتمكن رجالها من تتبع ورصد وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإرهابية ملجأ لها ومرتكز لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين. أسفرت الجهود من 22 يوليو وحتى 30 من أغسطس في تدمير 317 وكر وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء ومقتل 73 عنصر تكفيري. أما مواجهتنا الثانية فهتكون مسجلة وحصرية عن مشروع مصر الرقمية. كان لينا حديث عن الدعم الرئاسي لهذا المشروع وأهم توجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا اتكلمنا عن مشروع رقمنة مصر أيضا وإلى أي مدى هتحقق رقمنة نقلة نوعية في الأداء الحكومي وفي نفس الوقت تحسين لجودة حياة المواطنين. اتكلمنا في الحوار بتوسع والأول مرة بالصوت والصورة عن ملف خدمات التوثيق المميكنة من داخل أحد المكاتب المطورة اللي بتقدم خدمات الشهر العقاري والبريد معا، واتكلمنا عن الفوائد اللي هتعود على المصريين من هذه الخدمات وكمان لأي مدى هي متوفرة في كل المحافظات. ضيفي اللي احنا سجلنا معاه هذا الحوار المهم هو دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لكن الأول هنتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والقضايا النهاردة. هنبدأ بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووجه بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليا استيرادها من الخارج. الرئيس كمان استقبل اليوم كلاوديو ديسكالتي وهو الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس السيسي وجه بمواصلة التعاون المكثف مع إيني وتذليل أي عقبات قد تواجه عملها. تعالوا نشوف هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لنشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومتابعة التعاقدات الجارية بالنسبة للقطاعات الاستثمارية المستهدفة بالمناطق الصناعية والموانئ، حيث عرض المهندس محمد يحيى زكي الموقف التشغيلي للشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة موانئ شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية، إلى جانب استعراض الموقف المالي للهيئة وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة خلال العام المالي الجاري، وكذلك المشروعات الاستثمارية سواء المستقبلية المخططة أو الجاري تنفيذها. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حالياً استيرادها من الخارج، خاصة تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناء على تلك الاحتياجات، فضلا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الشركة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء جاء في إطار متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر. وقد أشاد السيد الرئيس بمسيرة التعاون المثمر مع شركة إيني الإيطالية، معربا سيادته عن دعمه لاستمرار الشركة في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، أخذا في الاعتبار التزامها الدقيق في تنفيذ مشروعاتها والاهتمام الذي تليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، موجها سيادته بمواصلة التعاون المكثف مع إيني وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها.
من جانبه أعرب رئيس شركة إيني عن خالص التقدير والعرفان للسيد الرئيس لموقف مصر الداعم لإيطاليا خلال الفترة العصيبة التي مرت بها منذ اندلاع جائحة كورونا، مشيدا في هذا الإطار بالإجراءات الاحترازية الناجحة التي قامت بها الدولة بمواقع مشروعات إنتاج البترول والغاز المختلفة، والتي مكنت مصر باستمرار عمل الحقول والإنتاج بطاقتها، مؤكدا أن مصر تعد شريكا هاما لنشاط الشركة الإيطالية على مستوى العالم، ومن ثم يتطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصة في المنطقة الغربية وأيضا في البحر الأحمر. معانا دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور مساء الخير وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. النهاردة كان في توجيه رئاسي واضح بضرورة توطين الصناعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إيه اللي توقفت أمامه في هذا التوجيه الرئاسي خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟ هو أهم حاجة في الموضوع إن الرئيس بقى عنده يعني رؤية واضحة جدا وبقت واضحة للناس كلها عن الاهتمام بقطاع الصناعة وتعزيز قطاع الصناعة، وده على عكس يعني الاتجاهات اللي كانت سايده قبل كده من تعزيز الاقتصاد الريعي والاهتمام بيه. قبل ما الرئيس يجي كان في اهتمام شديد جدا بقطاعات التجاره، سواء التجاره الداخليه او التجاره الخارجيه وقطاع السياحه. وعلشان كده الرئيس بدا يعظم من الفائده الاستراتيجيه لاقليم القناه والفائده الاستراتيجيه لمنطقه القناه كلها بقى، اللي هو المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس كلها، في انه مش بس يخلي الموضوع عباره عن هب او تريد هب، لا كمان يستغل بقى الموقع الاستراتيجي ده في انه يوطن صناعه، يعني يستفيد من الموقع الاستراتيجي بتاع المنطقه في انه يعني يخلي الصناعات بدل بس ما تتصنع بدل ما السلع تتصنع في جنوب شرق اسيا وتيجي تتحط في الهب ده عشان تنقل لاوروبا، لا احنا ممكن نوفر على العالم كله ثمن النقل ووقت النقل، وتعالى اصنع عندي في ارضي وحول المنتجات اللي انت عاوزها وانا هديك التسريبات اللي انت عاوزها، وتبقى على الشاطئ الثاني من البحر المتوسط بينك وبين اوروبا اللي هو مسافه يوم او اثنين تنقل بيه بضاعتك لهناك. وعلشان كده الرئيس برضو اتكلم ثاني عن المنتجات الوسيطه، وده يقول لحضرتك قد ايه يعني الحكومه والرئيس كشفين كويس جدا وضع سلاسل التوزيع في العالم، مش بس كده واحتياجات السوق المصريه. ليه بقى؟ لان في حاجتين لازم نتكلم عنهم. اول حاجه ان عندنا دلوقتي في العالم بيحصل تغير شديد جدا في سلاسل التوزيع تحت ضغوط جائحه كورونا. العالم كله بقى عاوز يخرج من الصين، مش يخرج بالكامل، لا يوزع مصانعه للصين عن الصين، يعني مش يخلي تركز في الصين وجنوب شرق اسيا، بحيث ان اذا منطقه انتاج اتضربت يبقى في مناطق ثانيه تقدر تدير. يعني حضرتك لو لاحظتي في وسط الفيروس وفي وسط الجائحه كان الفيروس بيتنقل بالتدريج، يعني لما كانت الصين بتتضرب كان العالم كله الشرق الاوسط والغرب ما كانش فيه مشاكل. لما الشرق الاوسط بدا يتضرب بدات الصين تخف، بعد الشرق الاوسط لما بدا يتضرب بدات الموجه بدات تتجه للغرب والولايات المتحده الامريكيه وبدات تخف على المنطقتين الثانيين، وده علم الشركات ان هي يبقى عندها وعي شديد جدا بان هي ما تركزش مصنعها في منطقه واحده وتوزع. عشان كده احنا عندنا فرصه كبيره جدا دلوقتي الحالي ان احنا ناخد جزء كبير من اللي خارج ده من الصين وخارج يتوزع في العالم، بسبب بقى القرب الجغرافي وبسبب المناطق الاستراتيجيه اللي عندنا سواء منطقه قناه السويس او منطقه العالمين وغيرها. ممتاز. طب الى اي مدى بيسهم التركيز على توطين الصناعه في تخفيض بقى حجم الاستيراد، ويعني خصوصا انه طبعا كل ما يدخل في مكونات الانتاج، والى اي مدى ده هيكون له مردود على الحفاظ على العمله الصعبه؟ طيب هو كل اي منتج او اي مكون بنضيفه على الصناعه بتاعتنا بيقلل الاستيراد، والتقليل الاستيراد يزود مباشره العمله الصعبه الموجوده في البلد ويراكم عليها. حضرتك عندنا في استراتيجيتين موجودين في موضوع الصناعه ده، يا اما تصنيع من اجل التصدير او تصنيع من اجل الاحلال، احلال الواردات. احنا بقى دلوقتي بنتكلم على المنطقه الوسط ما بينهم، بنمسك العصايه من النص.
يعني ايه المنطقه اللي بتجمع بين الاستراتيجيتين؟ هي تصنيع المنتجات الوسيطه، علشان المنتجات الوسيطه دي تغذي السوق المحلي والصناعات الاخيره عندي، زي مثلا المنتجات الوسيطه في سوق السيارات. انا عندي فجوه تكنولوجيه ما بيني وما بين الغرب، ما اقدرش اصنع سياره كامله، لكن اقدر ادخل في مناطق تبقى هي المناطق بتاعت الانتاج الوسيط، اللي هو مثلا اصنع كاوتش، اصنع مثلا صاج بطريقه معينه، اصنع يعني الاجزاء بتاع التعويضيه بتاعت المحرك، دي صناعات وسيطه. وفي نفس الوقت هذه الصناعات بعد ما تسد عندي الفجوه بتاعت التصنيع في السوق المحليه، اقدر اوديها للخارج لدول ثانيه في نفس مرحله التصنيع بتاعتي، اللي هي مثلا يعني زي المغرب، زي تركيا، زي باكستان، زي الهند، اقدر اطلع ده يروح لنفس دول في مرحله التصنيع بتاعتي. يبقى انا بعمل الاستراتيجيتين في نفس الوقت، تمام، بحل لمحل الواردات وبنتج للتصدير كمان. ممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد شادي. نروح لقضية البناء المخالف، واللي كانت مثار حديث طويل واهتمام من الرئيس السيسي خلال افتتاحه أمس للعديد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية. الرئيس اتكلم وأكد على ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف لما تمثله من مخاطر عديدة، ويكفي أن البناء المخالف بيكلف الدولة 10 أضعاف تكلفة بناء المدن الجديدة. تعالوا نشوف هذا الفيديو جراف عن قانون التصالح في مخالفات البناء، واللي وضع حلول جذرية لمشكلة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. النهارده كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعه عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظه الجيزه وجهود ازاله التعديات واعداد المتقدمين بطلبات تصالح للمحافظه، بحضور اللواء احمد راشد محافظ الجيزه واللواء طارق مرزوق مدير امن الجيزه. رئيس الوزراء شدد على ضروره التصدي لاي بناء عشوائي على الاراضي الزراعيه وايقافه على الفور والتعامل مع هذا الملف بكل حسم، مؤكدا انه لن يتم التهاون في التعامل الفوري إزاء المخالفات. وأكد رئيس الوزراء وجود منظومة حديثة للتغيرات المكانية حاليا تعمل على رصد أي بناء مخالف في لحظته، وبالتالي فأي مواطن سيشرع في وضع أساس بناء مخالف هيتم إزالته فورا واتخاذ الإجراءات القانونية ضده في الحال. نروح لصناع الشائعات والأكاذيب والكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، اللي روجت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشور بيحذر قائدي السيارات من بدء تطبيق قانون المرور الجديد. وادعت بوستات كتائب الجماعة الإلكترونية كذبا أنه هناك غرامات كبيرة على عدم ارتداء الحزام والحديث في التليفون والقيادة بدون رخصة، لكن بالبحث عن الحقيقة تبين أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وتم النفي أكتر من مرة. مش بس كده، لا، ده كمان تبين أنه قانون المرور الجديد ما زال قيد المناقشة بلجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، ولم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي حتى الآن. احنا معانا على التليفون اللواء مدحت قريتم مساعد وزير الداخليه للشرطه المتخصصه الاسبق. ست اللواء اهلا بحضرتك. خير يا فندم. يعني في الاول عايز اعرف، شايف ازاي ترويج هذه الجماعه الارهابيه للشائعات والاكاذيب، وليه بيستهدفوا في هذه المره قانون المرور اللي لسه اصلا ما تمش الموافقه عليه؟ يعني طبعا ستك ده عادتهم مش هيشتروها، يعني ان هو يدور على اي حاجه تستير المواطنين وضد الدوله ويقولها. قانون المرور بالذات، لان طبعا سيادتك عارفه ان المرور وقطاع المرور والمركبات وقائد المركبات قطاع كبير من الناس والمواطنين
لما هم يقولوا لهم هذه الاخبار الكاذبه اللي انا عرفت حتى للاسف برضه بعد اذن خلال يعني برنامج شيخ المحترم ده. كويس انك قلت كده، لان الناس في الفيسبوك او وسائل الاتصال كلها عماله تعمل شير. طب يا جماعه حتى يعني يكون في تعقل حتى في الشير ده، يعني لما واحد يقول فيه غرامه 2500 جنيه للي بياكل جوه المركبه، احنا انا ما شفتش يعني الكلام ده فين يعني. يعني موجود 6000 جنيه مش عارف حد مضيع حزام الامان وهنسحب العربيه، فين الكلام ده؟ وبعدين يقول من باكر ضد قانون مرور جديد. طب هو قانون مرور جديد ده مثلا تفضلت كده لم يناقش اساسا في كجلسه عامه في مجلس النواب. دول كمان روجوا يا فندم يعني على غير الحقيقه، يعني ارقام كاذبه عن قيمه المخالفات او غرامات قانون المرور الجديد. ما هو بقول لك انا لما قريت الخبر ده، وانا طبعا حاولت بقدر الامكان ارد على الميديا، بس طبعا الميديا بتاعتك اكبر بكثير. طبعا يا جماعه ازاي نصدق حاجه زي كده؟ لما ما ناخدش المصادر دي من مصادرها الرسميه. صح. وبعدين لما يبقى في قانون مرور جديد، طب ما احنا هنناقشه. وتفتكر تفتكر برضه ما طلعنا في اكثر من مكان وناقشنا قانون مرور جديد، وجه مجلس الدفاع وطبعا لجنه النقل والمواصلات بتناقش القانون وما زالت بتناقش، بتقول ايه العقوبات اللي هتقررها وايه اللي مش هتقرره وايه اللي مش هتخطط. يعني 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 مثلا كنا مقررين ان في خمس شرائح، لجنه الدفاع والامن ولجنه النقل قالت لا الغرامات دي كبيره جدا هنخفضها للنص. تمام يعني، بس برضه ما زالت القرارات غير نهائيه، لانه لسه هخش في مجلس الجلسه العامه لمجلس النواب عشان تناقش ماده ثاني. فطبعا يعني انا بشكر حضرتك واقول للناس كلها من خلال برنامج حضرتك، الناس ما تسمعش اشاعات. وزاره الداخليه او الدوله لما يكون في قانون لا هيوجد حرج انها تعلن عنه وتنبه عليه وتقول لحضرتك في 1 2 3 4، واي قانون بيطلع لصالح المواطن وصالح الدوله مش عشان يضرك ولا هيلم غرامات. لما بنشدد في غرامه ده عشان حضرتك ما تخليش الغرامه دي اللي تؤدي الى حوادث وتؤدي الى كوارث مثلا يعني. لكن ما فيش تشديد الغرامات دي، وكمان حتى العقوبات يعني يقول لك وسحب السياره وحجزها. تمام. ده فين؟ تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا ست اللواء مدحت كوريتم، شكرا جزيلا لحضرتك. ولسه مع اكاذيب الجماعه الارهابيه وابتزازها للمصريين دينيا، تروج الجماعه وتتاجر ببيوت الله لتشويه صوره الدوله، لكن وعي الشعب فضحها وكشف اكاذيبها. النائب عمر حمروش امين سر اللجنه الدينيه بالبرلمان قال ان قنوات الاخوان معها توكيل للكذب والخداع والنفاق في صالح التخديم على اهدافها في التحريض ضد الدوله المصريه وضرب دول بالشرق الاوسط، مؤكدا ان الحديث عن هدم مساجد هو خاطئ جملة وتفصيلا. معانا على التليفون الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي. مساء الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، وانا سلم بحضرتك. اهلا وسهلا. قولي شايف ازاي اصرار هذه الجماعه الارهابيه على المتاجره بالدين ومحاوله ضرب الدوله المصريه من خلال ابتزاز المصريين دينيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو للاسف ان هذه الجماعه ليس لها سلعه، ليس لها سلاح انجاز التعبير ان تروج به الا الدين، ولكن الدين السائف، الدين المغشوش التي تراها هي وتفصل هذا الدين كما يروق لها او كما يحصل مصالحها هي وحدها. لذلك كل مساله ستضرها جرا ولو كانت في الاقتصاد او في اي شيء ستضرها الى مساحه والى ناحيه الدين حتى تلعب بعواطف الناس وتدغدغ المشاعر. لأن هذا هو الذي تراه أنه يدخل على المصريين، وهذا كان في الزمن الماضي، إنما المصريون الآن أصبحوا يفهمون هذا الأمر، وكذلك هذا الأمر يدر عليهم دخولا. هذه الجماعة المتطرفة الإرهابية التي تتكلم باسم الدين والدين من فعلها براء، هي تتنفس الكذب، فتكذب في كل وقت، وتلبس الأمر زيا دينيا حتى تلبس على الناس. وأشد معصية هو أن تلبس على الناس من خلال الدين، لأن الدين الحقيقي ليس فيه تلبيس وإنما كله وضوح. فكلهم يفعلون هذا ويستخدمون مسألة المساجد أو هدم المساجد أو غير هذا. هذا هم كانوا يفعلون هذا عندما كانوا يتحكمون في هذا البلد لمدة ساعة وأكثر من هذا، ويستحلون الدماء كما شاهدت. ولكن الآن يحاولون أن يظهروا للناس، وهذا هو فقه الدولة الذي نريد أن نرسخه للجميع، هذه الجماعة المتطرفة والإرهابيون جميعا لا يحبون دولة اسمها الدولة المصرية،
لا يحبون مصر حقيقة، لأن الذي يحب مصر يخاف على مصر ويخاف على أبنائه. لذلك عندما لا يحبون مصر يخترقون الأكاذيب ويحاولون دائما أن يسطروا المشهد بأن الدولة تعمل ضد الدين وخاصة ضد الإسلام. وعندما ننظر نحن كمتخصصين في الشريعة أي كلام وقفت الدولة أمامنا في أي فتوى في أي كلام في أي قضية لا نرى هذا قط، ولكن في مخيلتهم هم يفعلون هذا، لأن الآن ضاق الأمر عليهم، ومن شدة ضيق الأمر عليهم ينتظرون كل مكتسب سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي ويحاولون ضربه. كيف يضربونه؟ هم يرون الآن المشروعات ويرون طبعا القبض على هذا الإرهابي محمود عزت، وهم عندما يرون هذه المكتسبات على الأرض وهذه المشاريع ماذا يفعلون؟ ليس عندهم ما يدافعون به من كلام اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي، وإنما يلبسون كل هذه الأمور زي الدين ويتكلمون عن المسألة الدينية ويتكلمون بماذا ننفق في الكباري وفي المشاريع ولا ننفق كذا، ويتكلمون عن لماذا يهدمون المساجد في الطرق ولا يتكلمون لماذا لا تنظرون بمعيار الشرع. الشرع يقول قاعدة فقهية إن تصرف الراعي في الرعية رئيس الدولة المؤسسات المعنية إنما هو منوط بالمصلحة. ما هو مصلحة للناس عامة فلا بد أن تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية. وما زلنا مع جماعة الإخوان الإرهابية، عايزين نشوف برضو مع حضراتكم هذا الفيديو اللي بيحكي فيه أصدقاء وجيران الهارب والخائن هشام عبد الحميد قصة خيانته. لا ده من قبل ما يتولد وأنا جاره. هشام عبد الحميد ده إنسان خاين بيموت أحسن. أنا ساكن في العجوزة من 54 سنة. ليه تطلع بره بلدك وتقعد تشتم فيها؟ هو خاين من الخون اللي عندنا برضه. عايز تقول حاجة قولها في الوش، تعالى لو ليك حق يقف وخده. هشام عبد الحميد ساكن هنا؟ اه ساكن هنا في الشقه دي. مصر المفروض الواحد يعني ايه ما يحطهاش في موقف سيء، لان هي مصر هي ايه هي اللي بتحمي البلاد العربيه كلها. ما تروحش بلد تانية يعني مصر مش على وفاق معاها وتنقض. قاعدين هنا في العجوزه بتاع الكبده وسجق جنبينا جارنا راجل جارنا، يعني زي الواحد اللي بيخش غريب كده على بيتك، هو ده يبقى غريب يبقى يستاهل ايه؟ دايما يموت على طول، ده ما يخشش البلد. مقابل بقى اكيد فلوس بياخدوها هناك شغلتهم. هو ممثل برضه، بس ممثل من الناس اللي النفسيه التعبانه اللي جواها. قول له ربنا يعينك على اللي انت فيه. وليه تطلع بره بلدك وتقعد تشتم فيها؟ وصالح مين؟ صالح ناس بتديله فلوس، راجل مادي ما ينفعش اوجه له نصيحه. هو مش صغير، راجل من دوري 59 سنه، ازاي يشتم في بلده اللي ربته؟ وابوك راجل محترم مستشار محترم، فازاي هقول له ايه؟ هقول انت غلطت؟ ما ينفعش. هو مش صغير عشان اقول له غلطت، مش عيل عنده 17 سنه 18 سنه بيضحك عليه بكلمتين. هو جارنا هنا جنبينا في العماره اللي جنبينا، وقاعد في تركيا انا سمعت، اه بيطلع في قناه الاخوان وكده. مصر دلوقتي بقت وحشه، ودلوقتي وما تقلب عليها. مصر الاول كانت حلوه وعايش واكل وشارب والدنيا جميله، وبعد كده لما بيمشوا الدنيا مصر بتبقى وحشه. خايف من الخونه، ما احنا عندنا خونه كتير، محمد نصر ومعتز مطر وحمده حمزه زوبع وعمرو واكد وخالد ابو النجا اللي زي ما قلت حضرتك برضه، والله اعلم بقى هو راجل ولا مش راجل. والله بصراحه اللي تتكلم احسن، يعني حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص. يعني هقول ايه يعني لمؤاخذه في الكلمه، اي كلام ابيح هيتقال يعني مش كفايه، مش كفايه فيه بصراحه. في بعض وطنك يا استاذ، ده بيتك واهلك. هشام عبد الحميد في الفتره طبعا هو كان والده صديق اخويا الكبير، واحنا كنا اصحاب وزمايل، فهو لا هينطفي، بدل ما ينطفي يعمل ايه؟ راح طالع تركيا. وانا معاكم يا جماعه، وانا فنان وهشتم.
هشام عبد الحميد لو سمع الحوار ده هيعرف انا مين. والده كان راجل محترم بس هو شاذ، مش عارف اقولها لك ازاي، انما هو راح تركيا عشان العلم بتاعهم، عشان المثليين يعني. دي حقيقه والله ما بكذب، راجل من اللي انا شفته في 67 وشفت جيشي بيعمل معايا ايه يعني. انا الشاويش مونجي انا ما انساهوش الله يرحمه. خد ستي من الفيلا دخلها الخندق، خرج نزلت قنبله جابته نصين خمس ثواني في خمس دقايق. ده جيشي اللي يدافع عني، انا وطني، بحب البلد دي، بعبلها بوحشها قبل حلوها. طيب تعالوا كمان بقى نشوف الفيديو ده. الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي بيحكي فيه اهالي وجيران ارهابي وخائن اخر وهو صابر مشهور قصه خيانته. نشوف جيرانه بيقولوا ايه. والدته امه اخو صابر عبد اللطيف مشهور. صابر كان طالب عندي في المرحله الاعداديه ومنزلهم بيت القديم اللي هناك ده. لا البلد حلوة وفي أمانة اهي الحمد لله. احنا عايزين غير كده، بننام كويس وبناكل وبنشرب ومبسوطين، مش عشان بتصورونا، دي حقيقة. طب لو هو بيجي على جيش مثلا الصومال، ما هوش مصر، ده جيش عربي مسلم. لا بلاش الجيش المصري بقى، ده أنا بكلمك على الجيش البعيد اللي له الفضل على البلد من سنين، أو اللي احنا كنا في يوم من الايام رجالته. ما وفقناش ان احنا نكون رجاله فيه للنهايه، ماشي، او رجالته للنهايه، ماشي، بس ده جيشنا. جيش ده مين؟ اخويا، ابني، ابن عمي، نسايبي، اصهاري، ناسي واهلي. انا الحاج مسعد ابراهيم ابراهيم الحلواني من كفر الحاج دوله. عندنا هنا واحد منتمي قليل الادب مش محترم اللي هو صبر مشهور، تعامل مع قناه الجزيره اوسخ قناه اللي هي بتاع تميم ابن الحاج موزه، وطبعا هو خدام اردوغان. الراجل قليل الادب ده، الراجل اللي مش محترم ده، قطع اهله حتى من الضمن. انا كنت بتكلم مع حد من اقاربه من ولاد عمامه، قال لي ده يا حاج مسعد لا مؤاخذه باع نفسه، ده مش محترم، ده راجل لا مؤاخذه ما عندوش انتماء لوالدته ولا لاخواته. هو راجل ماشي ورا المال، راجل ماشي ورا المال، اللي يهمه المال ما يهموش الخراب، وسايب البلد بقاله حوالي من 30 سنة 35 سنة النهاردة. عيلته غيره، يعني الناس اللي هو منهم غيره خالص، يعني له عم هنا له مقام، وعمامه كلهم ناس محترمين وناس 10 على 10، ده طالع كده لوحده. الراجل اللي يبيع بي وطنه وبلده وأهله وناسه في البلد يبقى مش محترم، ويروح بره يشتم مصر ويشتم الرئيس ويشتم البلد ويشتم الدنيا وخاين وعميل. مهندس زراعي احمد ابو العين خليفه عمد كفر الحاج دوله، ويعني كان في بدايه حياته عادي، شخص عادي، هو ما تحولش الا في التعليم الجامعي. فطبعا ده تحزن الكل، مش انا لوحدي، تحزن البلد كلها. طبعا من بريء من اللي يشتم بلده واللي رباته وحماته واكلته عيش يبقى مش بني ادم، مش كويس. احنا لما عرفنا ان سمعنا ان هو غلط في الجيش وغلط في بلدنا، احنا ذات نفسنا زعلانين. احنا دلوقتي بننام وبيتنا مفتوح، بننام في امان. بقى الرئيس ربنا يديله الصحه ويخليهولنا ويحميه ويبعد عنه كل واحد وحش. اعرف ان كان الاول بني ادم كويس، حالا ما بقى وحش خالص، بقى بيقول كلام ما ينفعش ينقال على البلد اصلا، وده كلام لا يرضي ربنا، واخواته مبرين منه اصلا هنا هم. فده بني ادم ما ينفعش انه يقول الكلام ده، ولا القناه دي اصلا احنا بنسمعها. اهل بلده مش، ما حدش بيقول، كلنا من ساعه ما الريس مسك واحنا كلنا يعني يد ايد واحده. حتى لو في عارفين واحد ان هو اخواني او كده، البلد ما بتسكتش، مع اننا احنا قريه ومش متمدنين يعني زي ما حضرتك شايف، بس على قد كده احنا ما بنسكتش. والناس كلها زي ما انت شفت ان هم كلهم مهاجمينه. احنا ذات نفسنا احنا شايفين الخير، احنا ليه احنا مش هنحب الخير؟ منه لله حسبي الله ونعم الوكيل. كله بيطيف علينا. وانا ما انت ما كنتش يبقى عندك ولاء لبلدك، بقى يبقى عندك ولاء لمين؟ ما عندك كده، ما عندكش ولاء لنفسك. والده كان شغال في الشرطه. كرج محترم والحق يقال. واسرته اسره كريمه جدا. هذا الولد لن يكن من ابناء مصر. ولم يكن له ولاء عن قريته وعن اجداده وابائه. اتربوا ومنزلهم بيت القديم اللي هناك ده.
منزل اجداده، اما هو او ابوه وعمامه واجداده ناس محترمين، لكن هذا الولد انا بعتبره فاسق. دلوقتي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل مع حضراتكم حديثنا واخبارنا، وهيبقى عندنا قراءه في بيان القوات المسلحه. استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد. مواجهتنا الاولى هتكون تغطيه تليفونيه لتحليل بيان القوات المسلحه اللي تم الاعلان فيه عن تدمير 317 وكر وملجا مخازن المواد المتفجره للعناصر الارهابيه ومقتل 73 عنصر تكفيري بشمال سيناء. قبل ما نبدا اتصالاتنا الهاتفيه، الاول خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير للقوات المسلحه ونرجع نبدا. في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة واستمرار للنجاحات المتتالية، تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين. وقد أسفرت الجهود خلال المدة من 22 من يوليو 2020 إلى 30 من أغسطس 2020 عن تحقيق النجاحات الآتية: تدمير 317 وكراً وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر. استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية. مقتل 73 عنصرا تكفيريا يتخذون من الملاجئ أوكارا لهم. كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل فردين تكفيريين شديدي الخطورة، وبحوزتهما 2 بندقية آلية، 5 خزنة، وحزام ناسف، وكذا مقتل فردين تكفيريين وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى العلاج حاليا بأحد مستشفيات القوات المسلحة وجار استجوابه. وقد عثر بحوزتهم على عدد 4 بندقية آلية و6 خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و3 ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية. وفي إطار تجديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نجحت القوات الجوية في استهداف وتدمير 9 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها لاختراق الحدود الغربية. يأتي ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر
لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية. ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة، تم استشهاد وإصابة 3 ضباط و4 جنود بمناطق العمليات. هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم. معانا على التليفون اللي هو دكتور طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. مساء الخير يا فندم، واهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين يا فندم. اهلا وسهلا، وقولي ايه اهم ما توقفت امامه في بيان القوات المسلحه النهارده؟ الحقيقه انا توقفت اهم نقطه فيه، انها مجموعه من العمليات الاستباقيه. هي عمليات استباقيه عن حوالي شهر وأدت عمليات، مش عملية واحدة. أنا توقفت الحقيقة أن العملية الاستباقية بتدي مؤشرات مهمة جدا عن مكافحة الإرهاب. أول مؤشر أن توفر منظومة معلومات محترفة جدا، أهم سماتها بنحاول أهم 4 سمات أنها معلومات متكاملة وسريعة ودقيقة ومستمرة، لأن مش ممكن أبدا يتم عملية استباقية أو أدي عملية استباقية بدون هذا الشكل من المعلومات، ال4 صفات اللي انا قلتهم. النقطه الثانيه والمؤشر المهم، جاهزيه عاليه جدا للقوات المنفذه، لان مهما تكون المعلومه بهذا الشكل المحترف، اذا ما كانش في قوات جاهزه تتحرك بسرعه جدا، لان الارهاب تحركه سريع واختباؤه في الاماكن الجبليه خاصه لما يجي يخترق الحدود محترف، لان بتوجهه مخابرات دول. فالجاهزية العالية جدا للقوات المسلحة عموما القوات المنفذة خصوصا، الحقيقة كانت مؤشر مهم في هذه العملية. الملمح الثاني ان في عمليات نوعية حصلت في الفترة دي. العملية النوعية دي استهدفت افراد شديد الخطورة، وهم دول اللي بقى معاهم الخطط والاموال والقيادة ايضا. فانما بستهدف فرد شديد الخطورة، فانا بفك وبمنع تكون بؤرة إرهابية حواليه. ملمح الرابع والأخير إن في عمليات تمشيط وتفتيش في البحرين المتوسط والأحمر، ودي نقطة مهمة، لأنه هو التأمين بس مش تأمين الحدود، لكن المياه الاقتصادية والمياه الإقليمية، لأن في إمكانات اقتصادية عالية القيمة في خطوط ملاحة بحرية. فال4 نقط اللي أنا قلتهم دول يعتبروا مؤشر عادي جدا لعمليات استباقية احترافية. قوات مسلحة عارفة كويس جدا هي بتتصرف ازاي وبتشتغل ازاي في مكافحة الإرهاب. طب مردود هذه العمليات على العناصر الإرهابية، يعني كلمنا أكتر عن ده وتأثيره إيه عليهم يا ست اللواء؟ طبعا الحمد لله هذا المردود مردود إيجابي لصالح مصر، سلبي جدا عليهم وعلى الدول اللي هي الحقيقة بترعاهم. إن تقلص الإرهاب بشكل كبير جدا، يعني العملية الاستباقية يعني أنا استهدفت ودمرت كل الإمكانيات الإرهابية في أماكنها قبل ما تبتدي تنفذ مخططاتها. فمردودهم في نقطتين في هذا المردود، مردود سلبي طبعا ومحبط بالنسبة لهم، لكن بيبقى فيه إصرار من الدول الرعاية للإرهاب، وإحنا بنشوف الإصرار ده. كان حد بس نقطة واحدة فيه، اتدمر 9 عربيات دفع رباعي من على منطقه الحدودنا الغربيه مع ليبيا. عدد العربيات اللي اتدمرت من بدايه مكافحه الارهاب حتى الان يفوق الحوالي 10,000 عربيه دفع رباعي. فده بيبين لي ان الرقم الضخم ده على مر السنين دي، ان في مش ممكن ابدا جماعه ارهابيه تمتلك هذا العدد من العربيات وتحمله سلاح وذخيره وتدفع بيه من الاتجاه الغربي فقط كمان. ده بيبين ان في مردود سلبي جدا على الارهاب واحباط محاولاته ايضا على الدول الرعايه للارهاب. هايل. طب القوات الجويه وفقا لهذا البيان يعني الاخير قدرت ان هي تدمر المره دي 9 عربيات دفع رباعي محمله بالاسلحه والذخائر اثناء محاولتها اختراق الحدود الغربيه. كلمنا عن الحدود الغربيه ولاي مدى دي بتمثل عمق استراتيجي وامن قومي لمصر كمان يا سياده اللواء؟ طبعا هي طبعا الحدود الغربيه حدودنا مع ليبيا على وجه التحديد حدود كبيره 1200 كيلو
الامن في امن الحقيقه يعني يحتاج الكثير من الدعم، وفي يعني في مشكله زاد من هذه المشكله نقل تركيا لحوالي تقديرات بتقول من 17000 ل 20000 ارهابي بترعاهم تركيا وبتديهم ايضا مرتبات شهريه. فطبعا احنا جزء من المنطقه، فدايما الحدود الغربيه هتلاقي في استهداف فيها، خاصه ان ارجع تاني واكد ان الارهاب بترعاه دول، وده على فكره مش كلامي، ده تقرير مجلس الامن اللي طلع اللي بيتكلم على نقل تركيا للارهاب في ليبيا. طبعا في زي ما في اصرار على اختراق الحدود المصريه، زي ما في اصرار ونجاح ايضا من القوات المسلحه المصريه، والحقيقه يمكن اسرع سلاح بيتحرك على الحدود خاصه المسافات الكبيره القوات الجويه. عايز حضرتك شفت حتى الصور صور الانفجارات بتاعه العربيات الدفع الرباعي، هتلاقي حجم الانفجار اكبر بكثير من حجم الوقود الموجود في العربيه، فده يدل على ان فيها كميه كبيره جدا من المواد المتفجره. ايضا هتلاقي فيها عربيه وهي بتنفجر في شظايا كثيره جدا، يبقى فيها كم كبير من الذخائر. فتخيلي حضرتك لو تم نجحوا في ادخال هذه العربيات بالامكانيات اللي فيها، تتفك الكام عربيه مفخخه لكام حزام ناسف، عدد العمليات اللي ممكن تتم. فدي الحقيقه نجاح الحمد لله واستهداف عالي جدا للامكانيات الارهابيه قبل ما يتم ادخالها الى مصر. طبعا احنا في استشهاد ثلاث ضباط واربع جنود، يعني ده طبيعه الحرب، حرب بدون شهداء ومفيش طبعا جنود. بالتأكيد. أنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا ورحمة الله على الشهداء طبعا، وربنا يصبر أهليهم يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا، وهسيبكم مع هذا التقرير عن الإرهابي هذه المرة عبد الله الشريف، ونروح بعد كده لمواجهتنا الرئيسية المسجلة مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمرو طلعت، وحديث مطول عن مشروع مصر الرقمية. وهذا الحديث الحقيقة مختلف من نوعه ومختلف من حيث المكان اللي أجري فيه، لأنه يعني هو تم إجراء الحديث داخل أحد المكاتب المطورة لتوثيق المستندات للمواطنين الخاصة بالشهر العقاري والبريد معا. هتشوفوا مع يعني حضراتكم هتشوفوا معانا خلال هذا اللقاء الحديث زي ما قلت عن مشروع مصر الرقمية مع الوزير، وأيضا المواطنين هم في نفس الوقت رايحين وبيتلقوا الخدمة اللي هم رايحين لهذا المكتب ليحصلوا عليها. نشوف التقرير وبعد الفاصل مواجهتنا الرئيسية. لما جينا هاجمنا الاخوان هاجمناهم واحنا في منطقتنا، ما هربناش بره وهاجمناهم. هو في قضيه مخدرات صح؟ كان اخونا وصاحبنا بس كده ما رضيش ربنا. انا اسمي جاب الابيض بتاع محار، وعبد الله ده كان بيناولني زمان. هو ما كانش سالك مع نفسه، ما يعني ما كانش كانت يعني سمعته مش كويسه في الاول، يعني فما ارتحت بقى في حاله، والعماد اتغير والحال اتغير وعربيات وكلام من ده. هل فلوس غيرته؟ اه طبعا، ما اللي يجي ورا الفلوس ويشي من بلده، ما انت حبيت الفلوس وسبت بلدك، انا اموت من الجوع وما اشيمش على بلدي. يعني بصراحه ابوه راجل طيب وراجل مش متحمل اي كلمه من حد، لان طبعا مهما كان ده ضناع وبعيد عنه وعارف ان هو غلطان، بس ما هيفيد بايه الندم. الغلطه الكبيره ان الاولاد مش دايما بيسمعوا يعني اراء الاباء، وما يهمناش رضا ناس يكونوا مثلا هم اللي بايه هم اللي بيستفيدوا من الوضع ده. هو في ناس ما اعرفش هم مين، لكن في ناس بتستفيد من الوضع ده. مصر امانه في رقاب الكل، ما ينفعش العبس بيها، لانه بلدنا لو حصل فيها اي انقلابات او اي حاجه هتتحول لاي زي اي بلد، زي ليبيا زي سوريا زي العراق زي اي بلد حصل فيها ده، كل يوم والتاني قتلى وجرحى وعدوات مستميته بين الناس وبعضها. اذا مفيش حد مستفيد من الوضع دوت الا اللي قصدهم يخلصوا، اللي قصدهم يخربوا البلاد. كان ده حصل لعبد الله هناك، فانا لو قلت انا جاي بضربه من ضروب الكذب
انا ما اعرفش ايه اللي قبل عبد الله يتحول. وليد نادي الصيد بقى له 51 سنه هنا في نادي الصيد. عبد الله طول عمره متطلع وصولي بشكل او باخر. ما احنا كلنا بادئين مع بعض وكلنا بساط وكلنا فقراء. ايه اللي وجهك التوجيه ان انت تبقى ضد بلدك؟ ليه تنهي بلدك؟ ليه بتساعد على ضياع بلدك؟ ليه بتساعد على سقوط بلدك؟ ليه بتدمر البلد؟ ليه بتبقى انت مثال سيء للشعب المصري عندنا في مصر هنا؟ هو في قضية مخدرات صح؟ لا صح القضية دي. انا خلي بالك، انا مش بتكلم، خلي بالك انا بتكلم، ربنا شاهد على اللي انا بقوله. اتحبس فيها قعد انتظار على ما اظن كده، هو انتظار بتاع 6 شهور وخد براءة بعد كده. المشاريع دي في خلال 2 أو 3 سنين هتكون اكتملت وهتكون البلد وقفت على رجليها واقتصادها بقى قوي. ولا هينفعك الإخوان ولا هينفعك تركيا اللي انت قاعد عندهم، لأن دي ناس ضد بلدنا وضد جيشنا وضد شرطتنا. اللي عمله مش أسول، عشان احنا بنحب البلد دي، بنحب مصر وبنخاف على مصر وبنحب ناسه وبنحب أهله وفي أمان معانا هنا. وما يرضي الله، مش عشان انت رحت قعدت في تركيا. كلنا شعب وطن وشعب مصر وبنحب مصر وبنخاف على بلدنا وعايزين بلدنا حالها يتصلح، وربنا يصلح الحال على المسلمين وعلى المسيحيين وعلى أمة محمد. وما يرضي الله. أنا اسمي جابر الأبيض بتاع محار، وعبد الله ده كان بيناولني زمان وكان متبقى محار، وراجل شقيان وراجل تعبان، بس خد خط تاني بقى ما نعرفش ايه كسر. أقول حزب الله ونعم الوكيل، لأن مصر هي أم الدنيا. تعال اتفرج على سوريا راحت فين وليبيا راحت فين، والدنيا خربت كلها. هي مصر ربنا حاميها، وثم الراجل عبد الفتاح السيسي الجمهوري ربنا يكرمه وهو حاميها بجيشه وبشرطته. فوجئت ان هو بيهاجم البلد مره واحده من ساعه ما راح تركيا، بس مش اكتر ولا اقل. انا عايز اسالك سؤال واحد، انت قبضت كام عشان تهاجم البلد؟ مش دي المنطقه اللي ربيتك وانشات منها؟ مش دي البلد اللي طلعتك راجل؟ وفي الاخر ده جزات البلد اللي انت بتهاجمها؟ ما لا نعمه الامن. ده مش موضوعك ولا مواضيعنا اللي بتتعامل دي، وما ينفعش ان احنا نهاجم جيشنا ولا داخليتنا ولا بلدنا. ان احنا ناس وطنيين بنحبوا البلد ديت وبنحبوا جيشها وبنحبوا شرطتها وبنحبوا اهلها. واهلا بحضراتكم في المواجهه. النهارده مواجهتنا مختلفه. ايوه احنا خارج الاستوديو، بس مش بس خارج الاستوديو، لا احنا موجودين النهارده بجد بشكل مختلف في مكان ومكتب حكومي بيقدم الخدمه للمواطنين، واحنا موجودين في وسط هذا المكان والناس والجمهور موجود وبياخد الخدمه وبيتلقى الخدمه اللي هو جاي علشانها. فين بقى تحديدا؟ هقول لكم. احنا موجودين في احد المكاتب المطوره للشهر العقاري والبريد معا. في هذا المكان زي ما قلت لكم المواطن جاي ضمن منظومه متكامله، منظومه بشكل مختلف الحقيقه بتقدم له خدمه تليق بالمواطن المصري. هنتكلم عن المنظومه المتكامله دي، وهنتكلم كمان عن التعاون ما بين 3 وزارات، هم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والتنميه المحليه والمحافظات طبعا، يعني هي ايضا جزء من هذه المنظومه المتكامله. الحقيقه انه هذا المكتب زي ما قلت لكم هو من المكاتب المطوره مؤخرا، وهو يعني ضمن سلسله كبيره من المكاتب المطوره والمنافذ اللي هتقدم خدمات التوثيق المميكنه والرقميه للمواطنين. هنتكلم عن منصه مصر الرقميه واللي تم تشغيلها تجريبيا مؤخرا، وازاي المواطن يحصل على الخدمه من خلالها. هنتكلم كمان عن الموضوع بشكل اوضح واشمل كمان واكبر، وهو مشروع مصر الرقمية اللي بيحظى بدعم رئاسي مستمر ودعم رئاسي كبير. أكيد يعني المتابع للملف ده تحديدا متابع ولامس ده بشكل كبير. الحكومة كمان مهتمة جدا أن يبقى في منافذ مختلفة لتقديم الخدمات الحكومية المميكنة والرقمية للمواطنين في كل المحافظات، يبقى في منافذ في كل مكان، وده هنتكلم فيه وهنعرف ليه مهم كمان أنه يتم تنفيذ مشروع ربط القواعد، قواعد البيانات الحكومية، علشان يكون مرحلة مهمة
في مرحلة مصر الرقمية في الفترة اللي جاية. الحقيقة يعني كلام كتير في الموضوع ده هنتكلم فيه مع ضيفي اللي أنا ضيفته النهاردة دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. سيادة الوزير أهلا بحضرتك في المواجهة وأشكرك على استضافتنا النهاردة. أهلا بحضرتك يا فندم، أنا اللي بشكر حضرتك على استضافتي في المواجهة ومشرفة مكتب بريد أكتوبر وهيئة البريد المصري كلها. شكرا لحضرتك، الشرف لينا احنا. وعايز ابتدي الحقيقه بملف الخدمات المميكنه او تقديم الخدمات المميكنه للمواطنين. عايز اعرف ايه المستهدف في الفتره اللي جايه، خصوصا احنا موجودين في احد المكاتب المطوره خصيصا لهذا الشأن. تمام يا فندم، يمكن حضرتك تذكري كنا في منتصف عام 2019 اطلقنا مشروع تجريبي في محافظه بورسعيد. آنذاك أطلقنا مجموعة من الخدمات، ثم بدأ توالي إطلاق الخدمات في بورسعيد خلال النصف الثاني من عام 2019 حتى بلغ 155 خدمة حكومية مرقمنة في بورسعيد. خلينا نقول يعني إيه خدمة حكومية مرقمنة؟ يعني خدمة يستطيع المواطن أن يتلقاها من خلال الوسائل الرقمية، يعني من خلال المنصة الرقمية على الإنترنت أو من خلال تطبيق على المحمول أستطيع أن أنا أحصل على خدمة زي مثلا تجديد بطاقة التموين أو تجديد الرخصة أو غير ذلك من الخدمات التي سنشرحها تفصيلا بعد قليل. بدأنا في مطلع 2020 في مشروع منصة مصر الرقمية الذي هو جزء أصيل ومحور أساسي في المشروع الأكبر والأعم، هو مشروع بناء مصر الرقمية زي ما حضرتك تفضلتي. من خلال منصة مصر الرقمية أطلقنا بشكل تجريبي ثلاث حزم من الخدمات. إن شاء الله بعد استقرار المنظومة وثبات أدائها نطلقها بشكل رسمي، ثم تتوالى الخدمات وتتعاقب حزم الخدمات المقدمة للمواطن على المنصة بإذن الله حتى تكتمل شأن ما حدث في بورسعيد. لو سمحتي لي أقول إيه الخدمات تفصيلا التي أطلقناها بشكل تجريبي على منصة مصر الرقمية. الحزمة الأولى هي حزمة التموين بالتعاون بالطبع مع وزارة التموين لتجديد بطاقات التموين، استخراج بدل فاقد بدل تالف، إضافة عضو في الأسرة، ما نسميه فصل اجتماعي إذا كان مثلا ابن تزوج وكون أسرة بمفرده، وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها وزارة التموين لمن يستحقون بطاقة دعم تمويني. الحزمة الثانية وهي أيضا في منتهى الأهمية وتمس قطاع كبير من السادة المواطنين هي المتعلقة بتراخيص القيادة والمركبات بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية. يستطيع المواطن أن يجدد رخصته، أن يطلع على مخالفاته، يتظلم من إحداها إذا أراد، يسدد كل المصروفات الخاصة بتجديد الرخصة، المخالفات، التأمين الإجباري، رسوم الترخيص، ثم يحصل على الرخصة في منزله أو في أي عنوان يختاره. البريد المصري سيقوم بتوصيل الرخصة الجديدة إلى هذا العنوان ما لم يكن هناك فحص طبعا على المركبة. الحزمة الثالثة وهي أيضا في منتهى الأهمية وتمس قطاع عريض من المواطنين، هو ده الحقيقة كان المعيار وراء انتقاء هذه الخدمات الثلاث لنبدأ بها لأنها بالفعل تمس قطاعات كبيرة من المواطنين: التموين، تجديد تراخيص القيادة والمركبات، ثم بالتعاون مع وزارة العدل تقديم خدمات التوثيق، استصدار توكيلات، وتحريك الدعوة المدنية. وهذه خدمة موجهة للسادة المحامين حيث يمكن لهم أن يحركوا الدعوة المدنية من خلال منصة مصر الرقمية في مكاتبهم دون عناء الذهاب إلى المحكمة لرفع دعوة. طيب، مهم الكلام اللي حضرتك قلته، مهم نعرف برضو سيادة الوزير إلى أي مدى التوثيق المميكن هيقدم نقلة نوعية في نوع الخدمة اللي هيحصل عليها المواطن في الفترة اللي جاية. هتفرق ازاي معايا كمواطن؟ يعني كل الكلام اللي حضرتك شرحته ده انا هيفرق معايا ازاي؟ الحقيقة كلنا يمكن لاحظنا لا سيما في ذروة الجائحة تزاحم وتكدس
في بعض مكاتب التوثيق، لا سيما حين توقف العمل في المكاتب في بداية الجائحة، ثم فتحت المكاتب وفتحت لوقت قصير بسبب ظروف الجائحة، فحدث تكدس. لا يعني نريد أن يتكرر هذا، نريد للمواطن أن يحصل على هذه الخدمة المهمة براحة بنظام بشكل حضاري منظم دقيق يليق بالمواطن المصري. وهناك العديد من المبادرات التي تجري لتحقيق هذا. الأول كما قلت هو منصة مصر الرقمية ووجود هذه الخدمة على المنصة، بمعنى أننا كمواطن أستطيع أن أدخل أسجل نفسي على المنصة، النظام سيظهر بيانات المواطن فور تسجيل نفسه، يستطيع أن يختار نوع التوكيل الذي يريده. هناك أنواع سابقة الإعداد منمطة يمكن أن يختار إحداها، يضيف عبارات إضافية إذا ما أراد ذلك، يضيف بيانات الوكيل، ثم النظام سيحسب الرسوم المستحقة. يستطيع المواطن أن يسدد الرسوم المستحقة من خلال الانترنت، من خلال بطاقة ائتمان أو خصم، أو من خلال المحافظ الموجودة على المحمول، محافظة إلكترونية. إذا لم يكن لديه إحدى هاتين الوسيلتين يستطيع أنه يسدد من خلال شركات السداد التي تنتشر مكاتبها في أنحاء الجمهورية، ثم يستكمل استصدار التوكيل أيضا من خلال الانترنت. لا يستلزم على المواطن أن يحضر بنفسه إلى مكتب التوثيق إلا فقط لكي يتسلم التوكيل في الموعد الذي يحدده من المكتب الذي يحدده. العملية تستغرق دقائق، يتحقق فيها الموثق من شخصية الموكل وأهليته للتصرف، ثم يسلمه التوكيل. فالغرض هو اختصار الوقت الذي يستغرق الحصول على التوكيل، واختصار الوقت الذي يمضيه المواطن في المكتب، بحيث أنه معظم إجراءات التوكيل تتم على الإنترنت والمواطن يعني في منزلي أو في محل عملي أو أي كان. أكيد الوصول للمستوى ده من الخدمات كان بيحتاج، وإحنا عارفين أنه ده حصل فعلا، لتعاون وتنسيق ما بين الوزارات المختلفة المعنية، يعني الوزارة طبعا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي نفس الوقت أيضا العدل والتنمية المحلية. كلمنا أكتر عن التنسيق ده سيادة الوزير، وإزاي ساعدكم أنه نقدر نوصل للمستوى؟ لا، هو التنسيق فنم والتعاون المنتج الفعال في مجال الميكنة بوجه عام أمر حتمي، ولا يمكن أن تتمم جهة بعينها أي مشروع من مشروعات الميكنة. ويمكن ده يعني إذا ساغ لي أن أستطرد لحظة، بناء مصر الرقمية ليس مسؤولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولا أي جهة منفردة، ولكن هو مشروع ضخم قومي كل عناصر المنظومة تعمل فيه وتسعى لبنائه، وكل له دوره، سواء الجهات الحكومية من وزارات وجهات، سواء الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشركات العالمية والشركات المحلية، الشركات الصغيرة، المهنيين المستقلين، المجتمع المدني، كل عناصر الدولة تتضافر جهودها وتتناغم مساعيها لكي تبني مصر الرقمية. عودة لسؤال حضرتك، بالفعل في مشروع التوثيق طبعا نحن نعمل في هذا المشروع بشكل يعني في تعاون قريب ووثيق مع وزارة العدل، الجهة المهيمنة على هذه الخدمة والمسؤولة عنها، ومن ثم طوال الفترة الماضية يعني زملائنا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزملائنا في وزارة العدل هم فريق واحد يعمل لإقامة هذا النظام. الجزء الثاني من سؤال حضرتك، التعاون الثلاثي، الحقيقة هدفه مهم، لأنه إحنا شأن إقامة الخدمة وتحتها على منصة الإنترنت أيضا نريد أن نتاحها في مكاتب مميكنة منظمة محدثة لمن لا يجيد التعامل مع الإنترنت.
من هنا فكرنا انه مكاتب الشهر العقاري في بعض المناطق ربما صغيرة، ربما لا تتسع لعدد أكبر من المواطنين، بدل من أن تتكلف الدولة بناء مكاتب شهر عقاري آخر، قلنا لا، موارد الدولة وجهودها تتكاتف وتتناغم معا لتقديم هذه الخدمة. فحاليا بنعد 361 مكتب، ستكون إن شاء الله جاهزة كلها تباعا حتى نهاية سبتمبر المقبل. هذه المكاتب نصفها مكاتب شهر عقاري تقدم خدمات التوثيق المميكنة، النصف الآخر ما بين مكاتب بريد أيضا ستقدم خدمات التوثيق المميكن، ومكاتب خدمات المواطنين التابعة لوزارة التنمية المحلية والمحافظات أيضا ستقدم خدمات التوثيق. فالبريد المصري ومكاتب خدمات المواطنين تستضيفان زملائنا من موثقي الشهر العقاري لكي يقدموا الخدمة في مكاتب البريد وفي مكاتب خدمات المواطنين. الهدف هو أن تكون المكاتب التي تقدم هذه الخدمة المهمة للمواطنين موزعة في كل أنحاء الجمهورية بشكل يتيح لكل مواطن أن يتوجه إلى المكتب القريب منه دون عناء يعني أو مشقة انتقال طويل. هل تم تدريب العاملين على تقديم هذه الخدمة من في كل ما يخص التوثيق يا سيادة الوزير؟ دوما أقول يا فندم أنه التنمية البشرية والتدريب محور أساسي في أي مشروع للميكنة، ولا يتأتى نجاح لأي مشروع ميكنة دون أن يعنى المسؤولون عنه بالتدريب المكثف والجاد للعنصر البشري المسؤول عن إتمام هذا المشروع وتشغيله. ومن ثم تم بالفعل تدريب الزملاء الموثقين وتوزيعهم على المكاتب 361. هذا التدريب يتم أيضا من خلال التعاون الوثيق مع وزارة العدل، التدريب على الشق القانوني، التدريب على شق الميكنة والشق التقني، والتدريب على التعامل مع الجمهور وتذليل العقبات للمواطنين. منظومة تدريبية كاملة نفذت قبل إطلاق المشروع. كويس، يبقى احنا بما اننا بنتكلم عن الميكنة مش مطلوب من المواطن ان هو لازم وضروري يروح للمنفذ علشان يحصل على خدمة التوثيق، ده ممكن يحصل الكترونيا. هيروح فقط لاستلام التوكيل لكي يتحقق منه الموثق، لان هذا اجراء قانوني. كويس. القانون يستلزم التحقق من شخصية الموكل قبل تسليم التوكيل. لكن كل الإجراءات من اختيار التوكيل، من ملء البيانات، من سداد رسوم التوكيل يمكن أن تتم من على الإنترنت. إذا لم أكن كمواطن يعني لدي استعداد للتعامل المباشر مع المنصة التكنولوجية، أستطيع أن أتوجه بقى للمكاتب 361 التي نعدها بحيث أن تكون أيضا مميكنة ويقوم الموظف بإتمام هذه الإجراءات نيابة عن المواطن. هايل. طب أنا عايز أركز مع حضرتك برضو على فكرة البروتوكولات اللي موجودة ما بينكم، ما بين وزارة الاتصالات وما بين وزارة العدل، من أجل يعني ميكنة ورقمنة كل ما يخص الشهر العقاري والأمور القضائية يعني أو القانونية. سيادة الوزير، كلمنا أكتر عن الجزئية دي، وهل في مدى زمني معين لميكنة كل مكاتب الشهر العقاري كمان؟ المكاتب الشهر العقاري المميكنة إن شاء الله 361 إن شاء الله تنتهي في خلال 6 أسابيع. كويس. ستكون كله هيكون كله كده خلص 361 مكتب. هل نحتاج مكاتب أخرى؟ سنراقب الحركة في هذه المكاتب 361 بعد ميكنتها وبعد زي ما قلت اختزال فترة بقاء المواطن في المكتب. إذا محتاجنا مكاتب أخرى نحن يعني نرقب هذه التجربة، سنوفرها سواء من مكاتب الشهر العقاري أو مكاتب البريد أو مكاتب خدمات المواطنين، كلها جاهزة لإتاحة هذه الخدمة
في مكاتب إضافية إذا ما احتاج الأمر إلى هذا. هل ده له علاقة بالتطبيق أو الأبليكيشن اللي أطلقتوه مع وزارة العدل لقياس نسبة التكدس؟ يعني هل ده هيكون مثلا من يعني الآليات اللي هتستخدموها عشان تعرفوا محتاجين مكاتب أكتر ولا لأ؟ الحقيقة تطبيق يعني مهم اللي حضرتك أشرت إليه، لأنه أيضا هذه خدمة للمواطن في المقام الأول، أن المواطن يستطيع أن يتبين نسب التكدس والازدحام في مكاتب التوثيق ربما قبل أن يذهب. فأقدر أقرر أروح هنا ولا هنا؟ هنا أو هنا، أو أختار مكتب آخر، أو أختار فترة أخرى أذهب إليها إذا لم أكن في عجلة من أمره. فالغرض منها هو يعني راحة المواطن. راحة المواطن وتقديم خدمة جديدة له. بالطبع سنستخدمها أيضا في قياس نسب الازدحام و يعني ارتياد المكاتب، ومن ثم نقرر إذا محتاجنا مكاتب أخرى ستكون جاهزة إن شاء الله زي ما قلت، سواء كانت مكاتب شعر عقاري أو مكاتب بريد أو مكاتب خدمات مواطنين. طيب عايز أروح لمشروع مصر الرقمية بقى. إحنا عارفين إن في دعم رئاسي كبير لهذا المشروع، كلمنا عن المشروع ده، عن أهميته، عن أسباب الدعم الرئاسي واهتمام الرئيس السيسي بيه بشكل مباشر يا سيادة الوزير. الحقيقة اهتمام السيد الرئيس بمشروع مصر الرقمية يكرس بالفعل ما قلت أنه مشروع قومي، كل عناصر الدولة وأركانها تتضافر جهودها وتتناغم مساعيها لإتمامه. إدراك السيد الرئيس لأهمية تكنولوجيا المعلومات والميكنة وأنها السبيل الأوحد لضبط الأداء الحكومي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، لإتاحة كل استحقاقات المواطن على نسق حضاري منظم مدقق، أيضا مراقبة الأداء الحكومي وتطويره، التعرف على الفجوات المهارية في الأجهزة الحكومية وتدريب الموارد البشرية لملأها. كل هذه العناصر لها علاقة بميكنة الأداء الحكومي. هذا ركن من مصر الرقمية. مصر الرقمية مظلة واسعة أوسع بكثير من الخدمات الحكومية. لدينا التعليم عن بعد والتعليم الرقمي والتدريب الرقمي، هذا أيضا محور في منتهى الأهمية في مصر الرقمية. نحن الآن بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نميكن 27 جامعة حكومية لكي تتم العملية الأكاديمية في كل الجامعات الحكومية على نحو رقمنة كاملة إن شاء الله في خلال العام القادم. هذا المشروع سيكلف الدولة أكثر من 4 مليار جنيه نتممها. أيضا يتم ربط كل المباني الحكومية بشبكة من الألياف الضوئية. المباني الحكومية عددها أكثر من 31,000 مبنى، سيتكلف هذا المشروع 6 مليار جنيه إن شاء الله نتممها في خلال الأشهر 30 القادمة. ممتاز. احنا هنروح لفاصل، بس بعد الفاصل عايز ارجع سيادة الوزير واعرف من حضرتك كمان اهم ملامح الرؤية الرئاسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ايه اللي نقدر نقول ان وصلنا له لحد النهاردة قدرنا ان احنا نحققه من خلال هذه الرؤية؟ بس الاول نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين في مواجهتنا وحوارنا المختلف النهاردة الحقيقة مع سيادة الوزير دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من احد المكاتب المطورة لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين فيما يخص الشهر العقاري والبريد. استنونا. جديد في المواجهة مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مرة تانية. شكرا لحضرتك على هذا الحوار سيادة الوزير. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بيك. عايزين نتكلم في أهم ملامح الرؤية الرئاسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإيه اللي تم منه حتى الآن، يعني إيه اللي نقدر نقول إنه قطعنا شوط فيه وقدرنا إن احنا نحققه وإيه اللي قادم؟ يعني هو طبعا يعني يمكن حضرتك بتتابعي في الإعلام اهتمام السيد الرئيس بميكنة الأداء الحكومي و نشر تكنولوجيا المعلومات. نحن نتحرك على مجموعة من المحاور المهمة.
المحور الأول يمكن غطيناه في حديثنا، وهو ميكنة الخدمات الحكومية وتحتها على نحو مراقبا للمواطنين. هناك محور آخر يساوي في الأهمية، وهو التدريب ونشر التدريب وإقامة قاعدة عريضة من التقنيين المتخصصين المتعمقين في كافة روافد وأطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لا يتأتى لمصر أن تتبوأ مركزا يليق بها ويليق بشعبها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو إقليمي أو عالمي دون أن يكون لدينا قاعدة واسعة ومدربة ومتعمقة من الكوادر التقنية والفنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الحقيقة هذه واحدة من أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ربما بدأنا في عام 2018 كان عدد المتدربين كل عام أو عدد الفرص التدريبية التي توفرها الوزارة في حدود 4000. 2020 إن شاء الله سيكون هناك أكثر من 100,000 شاب قد تدرب على مختلف أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه. الهدف من التوسع في هذا التدريب هو كما قلت خلق جيل يجيد العمل ويستطيع أن ينافس ليس فقط في السوق المحلي ولكن في السوق الإقليمي والعالمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلق جيل من الكوادر يستطيع أن يبني مصر الرقمية ويبني مشروعات الميكنة التي تسعى الدولة إلى إتمامها. الهدف كما قلت أن يكون لدينا جيل قادر أولا على أن ينفذ هذه المشروعات، ونحن حريصون على أن يكون للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بل والمهنيين المستقلين الذين يعملون على نحو منفرد أن يكون لديهم نصيب في المشروعات التي تطلقها الوزارة. ولذلك أطلقنا مبادرة فرصتنا رقمية. هذه المبادرة تلزم كل مؤسسات الوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها على أن يكون هناك نسبة لا تقل عن 10% من كل المشروعات التي تطرحها الوزارة للتنفيذ. بالفعل طرحنا أول حزمة من 33 مشروع، تلقينا العروض من الشركات الصغيرة، حاليا نحن عاكفون على دراستها لكي يتم التعاقد مع هذه الشركات على تنفيذها. مستمرون في هذا الاتجاه. لابد أن يكون للشركات الصغيرة نصيب. أيضا مستمرون في تدريب الشباب وإعداد كوادر متعلمة في هذا المجال. الشق الآخر والهدف الآخر من هذا التدريب والتوسع فيه هو قدرة الشباب على أن يعمل في دول أخرى وهو جالس في منزله في محافظته في مصر. يمكن لأي شاب من النهاردة إذا كان لديه القدرات التقنية أن يلتحق بعمل في شركة في أي مكان من الدول المتقدمة التي لديها حاجة لكوادر متدربة وربما لديها عجز في هذه الكوادر، يستطيع أن يلتحق بعمل في هذه الشركات من خلال الإنترنت. تدريب على تنمية هذه المهارات وهذه الملكات هو مسؤوليتنا، ونحن مصممون بإذن الله على المضي فيها. ممتاز. طيب أنا عايز أرجع لمشروع مصر الرقمية وأعرف إيه الانعكاسات الإيجابية اللي هتكون لهذا المشروع سيادة الوزير على مؤشرات الاقتصاد المصري. هو أهم حاجة فنن في مشروع ميكنة الحكومة وميكنة الخدمات الحكومية أنه يحصل المواطن المصري على استحقاقاته من الدولة على نحو سهل ويسير. مضى وقت طويل ونشأت ثقافة لابد أن نتخلص منها هي عناء المواطن في الحصول على استحقاقاته والحصول على خدمات من الحكومة. الهدف الأساسي من ميكنة الحكومة هو أن ينتهي هذا العصر وأن ندخل في عصر يستطيع المواطن أن يحصل على هذه الاستحقاقات بشكل سهل وحضاري ومنظم ودقيق. ده لو بنتكلم على الخدمات المرقمنة بشكل خاص. لو بنتكلم على مصر الرقمية على نحو أشمل وأعم، التحول إلى دولة رقمية أمر حتمي.
لأنه هذا هو سمة العصر طبعاً. ومصر دولة ولازم نواكب العالم بالضبط، ومصر دولة بثقلها وبوضعها وبتاريخها وبشعبها، هي الأقدر وهي الأقدر على أن تتبوأ مركزاً يليق بها في هذا العالم الرقمي، فهي ضرورة حتمية. لا يمكن أن نسأل هل نتحول إلى دولة رقمية أو لا نتحول، مش أمر اختياري يعني. ليس أمر اختياري، هذا أمرا حتميا يجب أن نمضي فيه بسرعة بجدية ونواكب الدول الأخرى فيه. يساعد في خلق فرص عمل، يساعد في المنافسة في سوق العمل العالمي، يساعد في زيادة الصادرات الرقمية. الحمد لله قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نما بنسبة 15.2% في العام الماضي الذي انتهى في يونيو 2020. نتطلع إلى نسبة أعلى من هذا بإذن الله في العام المالي الحالي، ونعمل بجد لتحقيقها إن شاء الله. طيب أنا عارفة أنه كمان في 2019 تم إطلاق المشروع بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد، ممكن تكلمنا عن التجربة في بورسعيد؟ أسفرت عن إيه؟ نتجت عن إيه؟ أهم الخدمات اللي كانت مقدمة للمواطنين من خلال هذا التشغيل التجريبي؟ أهم الخدمات هي الخدمات التي نطلقها اليوم لكل الجمهورية، وهذا ما تعلمناه ربما في بورسعيد، ما هي الخدمات التي أقبل عليها المواطنون واستخدموها بشكل فتبقوا عارفين إيه إحنا محتاجينه يعني. بالضبط، فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن التحدي في التغيير، وأن التحدي في تغيير الثقافة، وأن المواطن يثق في المنظومة ويثق في أن يسدد مثلا الرسوم من خلال المنظومة، وأن يسدد أن المنظومة بالفعل قادرة على أن تلبي خدماته واحتياجاته، وأنه لا داعي للذهاب إلى المكتب أو البحث عن واسطة أو معرفة، وأنه ممكن من خلال بالفعل المنظومة الرقمية أن يحصل على استحقاقاته. هذا هو التحدي الأكبر وليس التحدي التقني. حتى لو هناك مشاكل أو عوائق تقنية، حلها دوما يعني متاح وأيسر نسبيا من مشاكل تغيير الثقافة. أنا عايزة حضرتك ست الوزير تكلمنا كمان عن تنفيذ مشروع ربط قواعد البيانات الحكومية، وإلى أي مدى ده مرحلة بيعتبر خطوة أو مرحلة مهمة في مرحلة الرقمنة؟ الحقيقة هذه كانت مرحلة ما قبل إطلاق الخدمات الحكومية المرقمنة أو خدمات مصر الرقمية، لأنه لا يمكن أن أطلق خدمات حكومية مرقمنة دون أن يكون لدي صورة رقمية للمواطن المصري. يعني إيه صورة رقمية للمواطن المصري؟ يعني أعرف بياناته وتعاملاته مع الحكومة، أعرف رقم القومي بحضرتك، رقم المحمول اللي حضرتك بتستخدميه بحيث أقدر أتواصل معاكي، استحقاقات حضرتك من التموين أو التأمين الصحي أو غيرها من الخدمات، عدد أولاد حضرتك الذين ينضموا إلى هذه الخدمات، المركبات، استهلاك الكهرباء، استهلاك المرافق، كل تعاملات المواطن مع الحكومة المصرية لابد أن تربط ببعضها البعض. وهذا ما تم، هذا المشروع بدأ منذ عام 2016، وبدأنا زملائي حتى قبل أن أشرف بالمسؤولية بدأوا في بناء هذه البنية المعلوماتية المصرية لكل مواطن مصري، بعد أن ربطت قواعد البيانات الحكومية عددها يزيد على 70 قاعدة بيانات، وأصبح لدينا صورة، نستطيع أنها صورة لا أستطيع أن أقول كاملة ولا دقيقة بنسبة 100%، ولكن ندققها تباعا، أصبح لدينا القدرة على تقديم الخدمة للمواطن. طيب أنا عايزة برضو أتكلم مع حضرتك سيادة الوزير عن المنصة، منصة مصر الرقمية والتشغيل التجريبي ليها، كلمنا أكتر عن المنصة دي وإيه اللي بنهدف إليه من فترة التشغيل التجريبي؟ يعني ربما يعرف الملمون بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعاملون بها أنه أي منظومة، لا سيما إذا كانت منظومة متشعبة ومركبة وأستطيع أن أقول معقدة، لابد لها من تشغيل تجريبي تظهر فيه مشاكل لا تظهر وقت إعداد المنظومة وبنائها. فالتشغيل التجريبي الغرض منه هو التعرف على مختلف أنواع المشاكل والعوائق التي ربما
يواجهها من يحاول استخدام المنظومة، ونبدأ في تدليلها وحلها. ويمكن حتى يعني المواطن العادي يعرف هذا البرامج المشهورة جدا، يظهر منها دوما نسخ جديدة، النسخة الأولى، النسخة الثانية، النسخة الثالثة. إيه فكرة النسخ؟ إنه كل نسخة تتغلب على بعض المشاكل التي كانت موجودة في النسخة التي سبقتها. فنحن في ما نسميه النسخة التجريبية، بالبيتا فيرجن يعني المصطلح التقني لها. فالغرض منها هو أن نتعرف على مشاكل تقنية تواجه المستخدمين للمنظومة، ندللها ونبني حلول تقنية وفنية لمواجهتها. ممتاز. وبالتالي دي هتكون لفترة قد إيه مرحلة التشغيل التجريبي؟ يعني إن شاء الله تكون لفترة قصيرة حسب حجم المشاكل ويعني مدى تركيبها ويسر حلها. إن شاء الله أول ما نطمئن أن المنظومة اكتسبت جدارة واكتسبت ثقة المواطن وأصبحت يعني ثابتة، نطلقها بشكل فعلي بحيث أنه نبقى ضمنين أن المواطن لا يعني يواجه صعوبات في استخدامها. وحجم الخدمات المقدمة على المنصة يعني ومدى تنوعها يكون عامل ازاي؟ حاليا احنا زي ما قلت لحضرتك بنقدم 70 خدمة في الثلاث حزم اللي اتكلمنا عنها. ان شاء الله اول ما المنظومة يعني تترسخ اركانها وتثبت وتستقر مفروض توصل لكام ادائها، هتصل الى ما يزيد على 150 خدمة شأن ما حدث في بورسعيد. إجراءات التحقق من الهوية بتكون إزاي؟ أنا كمواطن برضو أحصل على الخدمات من خلالها إزاي؟ هل في حاجات محتاج أن أنا أكون برضو يعني لو حد شايفنا دلوقتي محتاجين يكونوا عارفينها قبل ما يستخدموا هذه المنصة؟ أنا بسجل نفسي أول مرة على المنظومة من خلال رقم القومي ورقم المحمول، وأول مرة بسجل بأدخل اسم الأم الأول وأسجل نفسي على المنظومة. المرات التالية بعد ما أكون سجلت نفسي أنا بدخل برقم القومي وكلمة السر أو كلمة المرور التي يختارها المواطن. أول ما أدخل إلى المنظومة، المنظومة تعرفني وتحييني باسمي. ومثلا إذا دخلت على منظومة المركبات، النظام سيظهر للمواطن المركبات التي يملكها وينبهه إلى موعد تجديد الرخصة أو موعد إتمام إجراء يعني خلاص تتعرف علي على طول بعد كده، هي أول مرة بس. بالضبط. إذا كنت أستحق بطاقة تموين سيخبرني، إذا كنت لا أستحق بطاقة تموين سيخبرني. فالمنظومة، وده بقى نرجع للربط مع البنية المعلوماتية اللي تحدثنا عنها، وعشان كده بقول إنه لا كان لا يمكن أن نبدأ في إتاحة الخدمات دون أن تكون لدينا هذه البنية المعلوماتية المترابطة. فالمنظومة تبدأ في التعامل مع المواطن وهي تعرفه، تعرف مركباته، تعرف محل سكنه، تعرف استحقاقه. ده يسهل الدنيا جدا على فكرة سيادة الوزير، لأن أنا ممكن أبقى مش عارفة أنا مستحق لإيه ومحتاج إيه يعني. فده بيسهل الأمور عليا الحقيقة. يمكن برضو يعني هذا الموضوع وده فعلا يعني أنا من الناس اللي لو دخلت أنا مش هبقى عارفة أنا ليه إيه وماليش إيه. هيقول لحضرتك إذا مثلا أنا شخصيا مثلا في مرحلة الاختبار الأولي دخلت على منظومة بطاقة التموين فقال لي لا أنت لا تستحق بطاقة تموين. طب دخلت على المركبات فوجدت مركباتي التي أملكها موجودة ومواعد تجديد تراخيصها وهكذا. طب ما لا يجيد الاستخدام التكنولوجيا أو ليس على استعداد يعمل إيه؟ وبالمناسبة دول ناس كتير جدا، دول ناس كتير جدا وهذا ونعرفهم كلنا من المواطنين. علينا مسؤولية خدمتهم وعلينا مسؤولية إتاحة هذه الخدمات لهم. يمكن أن يتوجه إلى مكاتب البريد، أيضا سنطلق مكاتب هذه الخدمات في مكاتب البريد تباعا. أيوة دي نبدأ مهمة. بـ50 مكتب بريد إن شاء الله في المرحلة الأولى في كل أنحاء الجمهورية، ثم يتوالى نشر الخدمة في كل مكاتب البريد المصري تباعا. طيب أنا لو مش لا أريد التعامل مع التكنولوجيا ولا أرغب في أن أتوجه إلى مكتب بريد، أعمل إيه؟ سيكون هناك مركز اتصال رقم ساخن أستطيع أن أتصل ويساعدوني فيه ويساعدوني وأجري الحوار مع موظف المركز الاتصال ويساعدني في إتمام الخدمة. دي يعني دي حاجة مهمة قوي يا سيادة الوزير، الكلام اللي حضرتك بتقوله لي ده لأنه حضرتك بتتكلم فعلا أنا جه في ذهني السؤال، قلت طب ولو أنا شخص ما بعرفش أتعامل مع التكنولوجيا، وفعلا في ناس حوالينا كتير ما بيعرفوش، يمكن أهالينا كمان بشكل أكبر ممكن يكونوا مش بيعرفوا، الأولاد خلاص أو السن الأقل بيعرف يعني. ولكن أقول لحضرتك الحقيقة يعني من خلال تجربتي الشخصية أنه المواطن حين يشعر أن هناك فائدة من تعلم تقنية ما
يعني ستندهشين حضرتك حيحصل. من الإقبال عليها حتى من نتصور أنهم من فئة يصعب عليها استخدام طبعاً التكنولوجيا. لا الجيد أنكم عاملين حساب ده وعاملين حساب أنه حتى اللي مش عارف أنا هساعده لحد ما يعرف بالزبط. فدي مهمة أنه بعد شوية نبقى كلنا على بالزبط. يعني يبقى تكنولوجي فريندلي يعني أو بالزبط. في نوع من الود أو القدرة على استخدام التكنولوجيا دي حاجة مهمة أن إحنا كلنا نوصل ليها في النهاية كمواطنين حتى إذا لم يكن لدي هذه القدرة في البداية المنظومة مصممة بحيث تخدم كل أطياف المواطنين ممتاز وأنا لاحظت خلال كلام حضرتك برضو سيادة الوزير أنكم أن الحكومة مهتمة جدا بأنه يبقى في منافذ لتقديم الخدمات في كل أنحاء الجمهورية ودي طبعا مهمة أنه لا يحرم منها يعني أي بالزبط. مواطن في أي مكان إن كان بالزبط. هل ده معناه أنه مكاتب البريد حضرتك كلمتني عن مكاتب البريد بس عايزة بشكل أوسع تقولي مكاتب البريد لأن هي المنتشرة يمكن أو الأكثر انتشارا على مستوى كل المحافظات قرى ونجوع وكله هل دي هيتم استخدامها في تقديم الخدمات بحيث فعلا مبقاش في أي مكان محروم هو زي ما حضرتك تفضلتي البريد المصري لديه خصائص متفردة الخاصية الأولى أنه منتشر في كل أنحاء القطر المصري لدينا أكثر من 4000 مكتب منتشرة في أنحاء القطر المصري الخاصية الثانية الأهم أن البريد المصري يتمتع بثقة المواطن لا سيما أهلنا في المناطق الريفية يدخلون إلى البريد المصري بشكل منتظم يترددون عليه هناك حتى ألفة وود شخصي ما بين زملائنا الموظفي المكاتب والمتعاملين معها لأنهم من نفس المنطقة أو نفس الدوائر الاجتماعية ومن ثم استعداد المواطن المصري في كل أنحاء الجمهورية على ارتياد مكاتب البريد استعداد قوي ولابد أن نبني عليه هذا ما دفعنا إلى أن نعد البريد المصري ليكون نافذة رئيسية لتقديم الخدمات الحكومية المرقمنة هذا إن شاء الله الخطة أن هذه الخدمات أستطيع أن أحصل عليها من أي مكتب بريد إذا لم يكن لدي استعداد لأن أتعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر ممتاز خلينا نروح لفاصل سيادة الوزير آخر فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك مع دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استنونا مستمرين مع حضراتكم في المواجهة من داخل أحد المكاتب المطورة للشهر العقاري والبريد معا لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين وإحنا موجودين زي ما حضراتكم شايفين والمواطنين موجودين معانا بيتلقوا الخدمة اللي هم محتاجينها وموجود في هذا الموقع وكان موجود لمتابعة العمل أيضا ورؤية ما يتم على أرض الواقع سيادة الوزير دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مرة تانية شكرا لحضرتك على هذا الحوار سيادة الوزير وكنت عايزة أتكلم عن تدريب كمان العاملين في الجهاز الإداري للدولة للتعامل مع الرقمنة وللتعامل مع المرحلة الجديدة اللي مصر بتخوضها في هذا المجال زي ما قلت وانا عارفة ان في برامج طبعا طبعا التدريب على رقمنة الحكومة محور في منتهى الأهمية لإنجاح الخدمات الحكومية المرقمنة لأن مهما يعني بنينا نظم محدثة مهما جلبنا من أجهزة متطورة لن تؤتي ثمارها دون أن يكون لدينا موظف متدرب مقتنع بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمميزات التي يحصل عليها من خلالها لدينا خطة لتدريب الموظفين تباعا ربما نبدأ بالموظفين الذين إن شاء الله سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بإذن الله هؤلاء الموظفون سيتم تدريبهم بشكل مكثف ومتكامل على مختلف استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل حسب تخصصه وحسب درجته الوظيفية وموقعه والدور الذي يقوم به ثم نبدأ في تدريب الموظفين على هذه التقنيات تباعاً
في مختلف الأجهزة والوزارات، بالطبع مع بالتنسيق الكامل مع الوزارات التي يعملون بها. فالتدريب على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم بشكل منظم وجدي ومهيكل وممنهج، كل حسب تخصصه وحسب دوره وحسب درجته الوظيفية وحسب العمل الذي يقوم به. ممتاز. احنا اتكلمنا خلال حوارنا مع حضرتك، ذكرت مبادرة فرصتنا رقمية، وانا عارفة ان في برضو مبادرة تانية اسمها مستقبلنا رقمي. ايه مستقبلنا رقمي؟ المبادرة دي بتعمل ايه، والفرق بينها وبين فرصتنا؟ هو كل الدنيا رقمية معلش. يعني فرصتنا لغة العصر. لغة العصر. فرصتنا رقمية زي ما قلنا هي مبادرة لإتاحة جزء من مشروعات التي تطرحها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث أن يكون لهذا القطاع نصيب في المشروعات التي تطرحها الدولة لبناء المنظومة الرقمية في الحكومة. مستقبلنا رقمي هي مبادرة أخرى لتدريب 100,000 شاب في خلال 18 شهر على ثلاث تخصصات بعينها في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اخترنا هذه التخصصات بعد دراسة سوق العمل العالمي وتبين أنها التخصصات الأكثر طلبا للاستخدام: التسويق الرقمي، بناء وتطوير المواقع الإلكترونية، وعلوم البيانات. طرحنا هذه المبادرة للتدريب بالتعاون مع واحدة من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال التدريب الرقمي. يمكن لأي مواطن أن يدخل على منصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات التابعة للوزارة، يلتحق بهذه المبادرة دون مقابل مادي. يختبر اختبار تقني يتبين منه مستواه، هناك أربع مستويات مختلفة، يستطيع أن يلتحق بالمستوى الذي يناسب خبراته وعلمه، ثم يبدأ في الدراسة. الدراسة كما قلت بالأسلوب الممتزج، بمعنى أنه يقرأ ويطالع المادة العلمية، إذا ما واجهته مشكلة أو صعب عليه فهم بعض جوانبها هناك مدربين متخصصين ومخصصين لكل عدد من الدارسين، بحيث أن كل دارس يعرف المدرب والذي يمكنه أن يتواصل معه لشرح ما يصعب فهمه، ويبدأ في اجتياز اختبار، إذا ما اجتازه ينتقل إلى المستوى الأعلى حتى يتم المستويات الأربعة. الحمد لله المبادرة أطلقناها منذ عدة شهور، الإقبال عليها إقبال رائع، الشباب جاد ومصمم على اكتساب هذه المهارات والتعلم. زي ما قلت الغرض من هذه المبادرة هو خلق جيل يستطيع أن ينفذ المشروعات المحلية وينافس في سوق العمل الحر. سوق العمل الحر يا فندم هي صناعة قوامها أكثر من 20 مليار دولار في العام، وتنمو بنسب تفوق 20% كل عام. فكرة أن أستقدم ناس من دولة أخرى يعملون لدي وهم في أماكنهم وهم في بلادهم، هذه الصناعة تنمو على نحو المضطرد. لابد للشباب المصري أن يكون له نصيب عادل يناسب إمكانياته ويناسب جديته ويناسب اجتهاده في هذا القطاع المهم. ممتاز. طالما بنتكلم عن مصر الرقمية، يهمني برضو سيادة الوزير وحياتك معانا نعرف منك استراتيجية الوزارة ايه في مجال الذكاء الاصطناعي، واهمية انشاء مركز للذكاء الاصطناعي والبحوث التطبيقية، يعني قولنا اهمية وجود هذا المركز. اشكر حضرتك على هذا السؤال، الحقيقة هذا موضوع في منتهى الاهمية. يعني نعلم جميعا ان الذكاء الاصطناعي امسى واحدا من اهم روافد تكنولوجيا المعلومات، وزاد استخدامه وزاد الاعتماد عليه في مختلف القطاعات. ننتهج استراتيجية في هذا العلم في مجال الذكاء الاصطناعي ترتكز على ثلاث محاور موازية. المحور الأول هو جلب أنظمة جاهزة في القطاعات التي تتعلق بأهم التحديات التي نواجهها في مصر، كقطاع الخدمات الصحية، قطاع الزراعة، قطاع إدارة الموارد المائية، قطاع الاقتصاد الكلي،
البيئة، نستجلب حلولا تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعدنا في بناء منظومات نواجه بها التحديات في هذه القطاعات. هناك محور آخر اللي بدأناه بإنشاء مركز للبحوث التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي. يعني إيه البحوث التطبيقية؟ يعني نتعاون فيه مع شركات عالمية وجامعات عالمية كمان، وجامعات عالمية ذات سمعة مرموقة في بناء منظومات لحل مشاكلنا ومواجهة تحدياتنا باستخدام الذكاء الاصطناعي. طب إيه الفرق بين المحور الأول والمحور الثاني؟ المحور الثاني بناء المنظومات يتم في مصر، ومن ثم ينعكس على بناء كوادر قادرة ومتمكنة في مجال الذكاء الاصطناعي. فأنا هنا بستهدف هدفين، ببني منظومة تساعدني في مواجهة مشكلة ما وهضرب مثل حالا، وأيضا ببني كوادر في مجال الذكاء الاصطناعي تستطيع بعد كده أنها تعمل في هذا المجال في أي قطاع آخر. لدينا منظومة للتعرف المبكر على أمراض العين التي يسببها مرض السكري. نبني هذه المنظومة بالتعاون مع شركة فرنسية من أهم الشركات في هذا المجال، مع شركة أمريكية نتعاون للتعرف على كيفية استخدام الموارد المائية في الري مع ترشيدها، والتعرف على الآفات الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي. لدينا منظومة مع شركة صينية مرموقة للتعرف على اللغات الطبيعية، بحيث يمكن للنظام المميكن أو للكمبيوتر يعني أن يتعرف على اللغة الطبيعية التي يتحدث بها الإنسان، ومن ثم يمكن للإنسان أن يتحدث مع الآلة دون أن يكتب، وهو يعني أمر في منتهى الأهمية في المستقبل. ونعمل على مجموعة أخرى مصفوفة عريضة من المشروعات في مختلف القطاعات نبني لها حلولا داخل هذا المركز بالتعاون مع شركات والجامعات. ايه اللي بيضمن، يعني لما نتكلم عن الرقمنه مهمه قوي فكره الامن السيبراني والحفاظ على سريه وخصوصيه بيانات المستخدمين، ايه اللي بيضمن ده؟ ازاي الوزاره يعني بتحافظ على هذه الجزئيه سياده الوزير؟ كلما زاد اعتمادنا على المنظومات الحوسبيه، وكلما تعاظم دور النظم المميكنة في أدائنا لأعمالنا وحصولنا على استحقاقاتنا وخدماتنا، كلما زاد الخطر السيبراني. هذا يعني هذه ضرورة حتمية لا مفر منها يعني. ومن ثم يتعين علينا دوما أن نتأكد من أن بيانات المواطنين محمية ومؤمنة على نحو يعني يحافظ على سريتها ويحافظ على خصوصية المواطن. دوما نعمل على تحديث منظومة الأمن السيبراني أو الدرع السيبراني الذي يحمي هذه البنات ويقيها، يراجع بشكل دوري، يحدث بشكل دوري لضمان إحكامه وتأمينه. ممتاز. آخر سؤال، لأن وقتنا للأسف انتهى، لكن آخر سؤال سيادة الوزير، عايز أسأل حضرتك عن أهم المشروعات اللي بتعمل عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة اللي جاية. يعني الحقيقة مشروعات كثيرة جدا يعني، ونحن زي ما حضرتك تفضلتي الوقت يدهمنا ربما لا يتسع لها كلها الوقت، ولكن دعيني أضرب مثل بمشروعين أو ثلاثة في منتهى الأهمية. تحدثنا عن ميكنة الجامعات الحكومية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، أيضا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي نحن الآن في مرحلة الإعداد لميكنة المستشفيات الجامعية لكي تتم في خلال العامين القادمين بإذن الله. أيضا لدينا مشروع لميكنة التراث المصري. مصر دولة عريقة لديها مخزون تراثي وتاريخي هائل موجود في العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية. لدينا مشروع لتسجيل هذا التراث والحفاظ عليه وسهولة تداوله وتأمينه على نحو رقمي. يعني هناك مشروع لإدارة أملاك الدولة باستخدام منظومة مميكنة ترتكز أيضا على الذكاء الاصطناعي. يعني العديد والعديد من المشروعات لا يتسع الوقت لها، ولكن
يشرفني ان يعني استضيف حضرتك مره اخرى ونتحدث عنها باستضافه ان شاء الله نكون مع حضرتك في طبعا كلما امكن يعني في هذه المشروعات، وبتمنى لحضرتك التوفيق طبعا سياده الوزير ولكل العاملين في هذا الملف وفي هذا القطاع. شكرا جزيلا على وقتك، وشكرا انه النهارده كان اللقاء مختلف، يعني كنا موجودين من داخل احد المواقع علشان المشاهدين يبقوا شايفين معانا العمل ويشوفوا الخدمه وهي بتقدم للمواطنين بدون اي ترتيب بدون اي شيء. المواطن اللي جه بره يا جماعه النهارده دخل واخد دوره واخد خدمته اللي هو عايزها وتوكل على الله وشاف حاله واعماله. فيعني احنا دي كانت فكره مهمه، احنا بنتكلم عن التطوير، احنا الموجودين في احد المكاتب المطوره بالفعل، والمشاهدين شافوا الناس وهم داخلين وبياخدوا خدمتهم وبيذهبوا لباقي اعمالهم. انا بشكرك جدا سياده الوزير، شرفتي وزاره الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات وشرفتي هيئه البريد المصري. شكرا لحضرتك وبشكر حضراتكم. ده كان لقائنا ومواجهتنا النهارده مع سياده الوزير دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكنا داخل احد المكاتب المطوره لتقديم خدمات التوثيق الرقميه للمواطنين والمميكنه، سواء كان بالنسبه للشهر العقاري للبريد، كل انواع الخدمات الحقيقه الخدمات اللي ممكن يحصل عليها المواطن. انا بشكر حضراتكم واشوفكم دايما في المواجهه. الى اللقاء.